اهلا بيكم، انا محمد بسيوني، والنهارده هنجاوب على بعض الاسئله اللي اتسالت على صفحه الشركه، وكان اهمها هو انا اركب حلق خشب قبل ما اركب الشباك البي في سي ولا ملوش لازمه. بنتسال كتير جدا نفس السؤال، هو انا يا باشمهندس انا عندي حلق خشب ينفع اركب عليه ولا لا؟ هو انا محتاج حلق خشب اركبه قبل ما اركب الشباك البي في سي؟ اركب جلسه رخام ولا ما اركبش؟ في الفيديو ده كده سريعا هنعدي على الموضوع ده ونقول ايه هي عيوب التركيب على انواع حلوق مختلفة. رقم واحد، الحلق الخشب، وده الاكثر شيوعا يعني ما بين الناس انها بتركب حلق خشب بتأمن بيه الفتحة على اساس يعني ان الشباك يركب مرتاح وجميل ومبسوط، وده الاولد سكول يعني. لا طبعا احنا مش محتاجين الموضوع ده خالص نهائي. ليه؟ احنا بنسيب تورانس من نص سنتي لسنتي في داير فتحة الشباك، يعني فتحة الشباك بالكامل احنا بنحقنها فوم سايل، والفوم السايل ده بيملى الفراغات ما بين الشباك وما بين الحيطة، وبيعالج كمان عيوب المحارة. يعني المحارة مش مظبوطة قوي، الفوم ده بيحل المشكلة، بيملى الفراغات بتاعت العالي والواطي والكلام ده، فبيبقاش عندك مشكلة خالص 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 في تركيب الشباك على الجلسة على المحارة على طول بدون اي فاصل ما بين الفتحة والشباك. طيب هيجي حد يقول لي طب انا عندي حلق خشب وركبته خلاص، ما تركب لي الشباك عليه. اوكي، بس ده مش صح. عايز تعرف ليه مش صح؟ بص على الصورة اللي جاية دي. زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت دي، وهي صورة مصورها احد المصنعين اصدقائنا لحلق خشب، هو سمع كلام العميل وراح مركب القطاع البي في سي على الحلق الخشب اللي موجود على الحيطة. النتيجة ان الحلق شرب المية واتنفخ واثر على عزل الشباك بشكل كبير جدا. وبرضو حاجة صغيرة جدا، انا النهاردة بحقن فوم ما بين الشباك بتاعي وما بين الجلسة ايا كانت ايه هي الجلسة، هل ما بين الحلق الخشب والحيطة معزول؟ بالتأكيد لا، فده يعتبر ويك بوينت جامده جدا في العزل، فلا يفضل ابدا ابدا تركيب الشباك البي في سي او حتى الالومنيوم على حلق خشب، يفضل التركيب على المحاره مباشره. هيجي حد يقول لي طب انا عايز اجود اكتر، انا كنت بعاني في فتره من الفترات من تسريب الميه والكلام ده. خلينا موضوع تسريب الميه ده يعني ايه ملوش علاقه بالجلسه قوي كتير، لا هو ليه علاقه بالشباك اكتر، بس خلينا نشوف هل الجلسه الرخام مؤثره. والله الجلسه الرخام بالنسبه لنا في البي في سي ليس لها ضرر، اعمل جلسه رخام تمام، بس يفضل انها تبقى يعني متركبه على مونه كفايه وثابته بشكل قوي، ما فيهاش فراغات، مش مفتوحه من النص، تبقى جلسه وللاخر وصل لاخر اليمين واخر الشمال ومقفوله بنسبه كويسه جدا. لكن انا شخصيا يعني رأيي الشخصي ان انا ممكن اركب الشباك البي في سي على المحارة مباشرة بدون اي مشاكل. اي استفسارات اسألوا ماكس في اي وقت، هنرد عليكم وهنرد عليكم كمان بفيديو. شكرا جزيلا.